نروح بقى للقائمة الأخيرة، قائمة التوجيه والإرشاد، جي بي إس اللي حضرتك اللي من غيره الواحد يتوه ويضيع. كيف يعني يشرح الكتاب نفسه باعتباره أداة تساعد على الملاحة وعلى السير بدليل وقائد ومرشد؟ يعني احنا بلا شك واضح او ان البشر بيتخبطوا لاننا كنا في ظلام لغاية لما جانا الكتاب المقدس، ويقول لنا مثلا في تيموثاوس الثانية 1 انارة لنا الحياة والخلود بواسطة الانجيل. يبقى الانجيل نور علينا، سراج لرجل كلامك ونور للسبيل، هو سراج للطريق بالضبط. يعني في موضع مظلم انت ما تقدرش تمشي لوحدك، عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم. مش بس بيعرفك تمشي اللحظة دي ازاي، لكن بيقولك اخرة الطريق ايه. صحيح. انت جاي منين وراح فين؟ ما حدش هيقولك الكلام ده ابدا، ولا كتاب هيقولك غير هذا الكتاب. وبما يزاكي الشاب طريقه بحفظه اياه حسب كلام حسب كلامه.